وطن اف ام 99.2. كلنا للوطن للعلا للعالم ملوا عين الزمن سيفنا والقلم. كلنا للوطن كلنا للوطن كلنا للوطن. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصر وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد. مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. مساء الخير من اللد والمثلث. مساء الخير من وطن يا وطن. مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت. مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء. مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء. مساء الخير للعمال والفلاحين. مساء الخير للطلاب للفقراء. مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. طابت أوقاتكم متابعينا بكل خير ومحبة، أرحب بكم إلى جولة إخبارية جديدة من برنامج مساء الخير يا وطن. هذه تحيات فريق العمل، معكم من الإعداد والتقديم إيمان حامد، ومن الهندسة الإذاعية والتلفزيونية عبد الله الخطيب، ومن الإخراج أمجد العرابيد. جولتنا متابعينا نتابع ونسلط الضوء على أبرز وأهم الأحداث المحلية العربية والعالمية، وبداية جولتنا مع أبرز العناوين. جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد وسيم خليف إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة. استقبال حاشد للرئيس عباس بعد عودته من زيارته الرسمية لألمانيا. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة ستواصل دعم المؤسسات الحقوقية والأهلية التي أغلقها الاحتلال. واستطلاع للرأي يظهر بأن الفلسطينيين يتطوقون لإجراء الانتخابات العامة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. شيعت جماهير غفيرة من جماهير شعبنا جثمان الشهيد وسيم خليفة 18 عاما إلى مثواه الأخير إلى مخيم بلاطة شرق نابلس. وانطلق موكب التشيع من أمام مشفى رفيدي الحكومي باتجاه مكان استشهاده، ومن ثم إلى مسجد عبد الرحمن حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة، ومنه إلى منزل عائلة الشهيد في المخيم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة قبل مواراته الثرى
في مقبرة الشهداء. وكان خليفة استشهد في ساعات متأخرة من مساء أمس بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص عليه خلال اقتحامها محيط مقام يوسف في المنطقة الشرقية من نابلس لتأمين الحماية للمستوطنين الذين اقتحموا المقام. هذا ومن جانبها أدانت وزارة الخارجية جريمة أعدام الشهيد أبو خليفة من المخيم والتي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس. واعتبرت الخارجية في بيان أن هذه الجريمة جزء من جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بتوجيهات وبتعليمات من المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال. وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا. استقبل أبناء شعبنا الرئيس محمود عباس استقبالا حاشدا ومهيبا، حيث التفت الجماهير على أطراف الطريق الذي مر منه الرئيس قرب المدخل الشمالي لمدينة البير عائدة من زيارة رسمية لألمانيا، تأكيدا على المواقف التي أكدها سيادته والتي تعبر عن طموحات وأحلام شعبنا. وجاء هذا الاستقبال عقب دعوات جماهيرية شعبية لاستقباله وللتأكيد على التفاف شعبنا حول تصريحاته ومواقفه السياسية. وقال أمين سر حركة فتح في رام الله موفق السحوال إن الوقفة جاءت لتؤكد أن كل ما صرح به الرئيس في خطابه وتصريحاته ومواقفه تمثل الشعب الفلسطيني. وتواصل كل من إسرائيل وألمانيا حملة مضخمة بعد التصريح الذي أدلى به الرئيس عباس خلال مؤتمر صحفي عقده في برلين من المستشار الألماني بعد أن عقد لقاء بحث فيه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتعاون الثنائي. ونشرت وكالة الأنباء الرسمية توضيحا عن الرئيس عاد فيه التأكيد على أن الهولوكوست هي أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديثة. بينما كانت قوات الاحتلال تقتل الشاب وسيم أبو خليفة في مدينة نابلس، كان جنودها يقتحمون مدينتي رام الله والبيرة لإغلاق 6 مؤسسات حقوقية وأهلية ينصب عملها على توثيق انتهاكات الاحتلال، مجسدا الاحتلال بذلك سياسته القائمة على القتل من ناحية وطمس الحقائق من ناحية أخرى. نحن سنستمر في الدفاع عن حقوق شعبنا. نحن هنا موجودين ليس بقرار من غانتس ولا نعمل بقرار أو تصريح من أي سلطات إسرائيلية. نحن نعمل بموجب القانون الفلسطيني وبموجب قناعاتنا الأكيدة العميقة المؤكدة بالدفاع عن حقوق الإنسان، سيادة القانون، العدالة. اعتداء على مؤسسات المجتمع المدني هدفه ضرب هذه المؤسسات التي تؤدي خدمة كبيرة في دعم صمود وبقاء الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه وخاصة حقوق الإنسان الأساسية. لكن ما جرى يمثل استهانة بالسلطة الفلسطينية نفسها التي هي التي منحت التراخيص لهذه المؤسسات، وهي المسؤولة عن منطقة رام الله التي اجتاحوها، وهي تمثل أيضا اعتداء وإهانة للمجتمع الدولي بأسره وخصوصا للاتحاد الأوروبي الذي أعلن رفضه للتصنيف الإسرائيلي بأن هذه منظمات إرهابية. هي إهانة للمجتمع الدولي ويجب الرد عليها بفرض عقوبات على إسرائيل. الإدانات والاستنكارات لا تفيد ولا تؤثر في إسرائيل. يعني أنا بعتقد يعني هذه محاولات مستمرة من قبل الاحتلال لمحاولة فرض بقاء على الأرض، لمحاولة النيل من هذا الصمود الذي يقوم به شعبنا، النيل من هذه المقاومة المستمرة ضد الاحتلال، النيل من الحقوق والثوابت المتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. لذلك الوحدة الوطنية على الأرض في مواجهة الاحتلال هامة جدا، ولا بد أن تنعكس إلى وحدة وطنية شاملة تنهي الانقسام الفلسطيني وتوحد الشعب الفلسطيني من أجل توجيه رسالة موحدة إلى العالم بأننا ماضون قدما بالتمسك بمقاومتنا وحقوقنا حتى حرية واستقلال شعبنا الفلسطيني. هذا جزء من هجمة واسعة تطال الشعب الفلسطيني، مؤسساته، أبناؤه وبناته، روايته، تطلعاته،
فهذا جزء منها، ونحن جزء من هذا النضال. نحن ندافع عن كرامة وحقوق وعدالة ومبادئ قانون دولي وقيم إنسانية. نحن لسنا مضطهدين كما الاحتلال، ولسنا عنصريين كما الاحتلال، ولسنا مستعمرين. المسألة المجتمع المدني الآن مستهدف بشكل كبير، كما هو مستهدف أبناء شعبنا في المخيمات وفي كل مكان. إجراء الإغلاق بالأمس ومصادرة بعض المحتويات هو إجراء متوقع، وممكن نتوقع ما هو أسوأ. ممكن نتوقع أن يتم اعتقال بعض زملائنا في هذه المؤسسات وتوجيه تهم لهم. طبعا هذا القرار بحاجة إلى تصدي ووقفة، بحاجة أولا من جميع الدول التي تقدم الدعم والمؤسسات التنموية الدولية التي تقدم الدعم لهذه المؤسسات أن تستمر في ذلك وأن لا ترضخ للابتزاز الإسرائيلي. إذا لم يتم التصدي المناسب للقرار سيكون مزيد المؤسسات الفلسطينية على لائحة الإغلاق. هذه المسألة، ولذلك لا ننتظر، وما يصدروه من قرارات وغير ذلك لا تعنينا بشيء. ما يعنينا استمرار عملنا. نحن نستمد مشروعيتنا من ضحايانا ومن شعبنا بالدرجة الأساس، وموجودين هنا حسب. أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، وإلى أخبار الحركة الأسيرة في جولتنا لهذا المساء، حيث أكدت هيئة شؤون الأسرى أن المعتقل عبد الباسط معطان من قرية برقة شرق رام الله والمصاب بالسرطان منذ عدة سنوات بحاجة ماسة لرعاية طبية دورية لحالته. وبيّنت الهيئة في تقرير صدر عنها اليوم أن جيش الاحتلال كان قد أعاد اعتقال المعتقل معطان أثناء محاولته السفر إلى تركيا لاستكمال علاجه، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، علما أنه كان قد أفرج عنه خلال شهر نيسان الماضي بعد قضائه عدة شهور في الاعتقال الإداري. إلى ذلك، حذرت هيئة شؤون الأسرى من تفاقم الوضع الصحي للأسير المريض ناصر أبو حميد، والذي يتعرض لانتهاكات طبية ممنهجة بحقه بحيث يتم استهدافه بشكل مباشر، وتتعمد إدارة السجون ممارسة سياسة القتل البطيء بحقه. وأكد المحامي أو محامي الهيئة الأستاذ كريم عجوة عقب زيارة الأسير أبو حميد والموجود فيما تسمى عيادة سجن الرملة، أصبح مرض السرطان منتشرا في أجزاء جديدة ومختلفة من جسد الأسير ومنها منطقة الدماغ. وبيّنت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال تواصل احتجازه فيما يسمى بعيادة سجن الرملة، ويعتبر من أسوأ السجون، واستشهد عشرات من أسران البواسل فيها نتيجة جريمة الإهمال الطبي المتعمد. هذا ونقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير محمود السراحنة من عازل سجن ريمون إلى سجن نفحة. وقال نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير محمود السراحنة من سجن ريمون إلى سجن نفحة، وكانت إدارة السجون قد نقلته إلى العزل الانفرادي بشكل مباشر قبل 37 يوما. أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في 3 غرف زراعية في المغير شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال سلمت اخطارات بوقف البناء في 3 غرف زراعية وأبار تجميع مياه تعود لكل من سليمان أبو عليا ونشأة النعسان ونزار ربيع. إذن متابعينا، إلى الخبر أو الملف الأبرز في جولتنا لهذا المساء، حيث أظهر أحدث استطلاع للرأي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال بتعاون مع مؤسسة ألمانية بأن الفلسطينيين طوقون لوجود نظام ديمقراطي، على الرغم من ردة فعل الشارع الفلسطيني التي أعقبت تأجيل الانتخابات العامة إلى أجل غير مسمى. حول هذا الملف يسعدنا أن نستضيف الدكتور طالب عوض، الخبير في شؤون الانتخابات، الذي ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي. دكتور، أسعد الله مساءك.
مساء الخير، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. يعني كما ذكرت، استطلاع للرأي يظهر أن الفلسطينيين طوقون لوجود نظام ديمقراطي، وهم طوقون لإجراء انتخابات عامة. إذن ما الذي يعيق إجراء هذه الانتخابات، خاصة وأننا كنا على مشارف عقدها في أيار من العام الماضي باعتبارها حق أصيل من الحقوق الطبيعية في مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وإدارة الحياة العامة؟ كما تعلمين، نحن بفلسطين كان من قيام السلطة الوطنية الفلسطينية أجرت أول انتخابات رئاسية وتشريعية في عام 96، وبعد ذلك في عام 2002 كان هناك مطالبات بإجراء انتخابات، وجرت الانتخابات الرئاسية بعد وفاة الرئيس الراحل في 2005، ومن ثم جرت الانتخابات التشريعية في 2006. ومنذ عام 2007 من تاريخ الانقسام الفلسطيني حتى هذه اللحظة لم تجرى الانتخابات، مع العلم أن المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي وحسب القانون هو مدته 4 سنوات، بمعنى تنتهي ب 2010. ونحن عندنا استحقاق انتخابي حوالي أكثر من 12 عام في عدم إجراء انتخابات، وهذا يدفع ثمنه خاصة الجميع، وأكثر ناس يدفع ثمنه الجيل الشاب اللي هو يعني اللي أعمارهم يعني الآن اللي أقل من 33 أو 34 سنة لم يمارسوا حقهم في انتخابات لا رئاسية ولا تشريعية. صحيح. منذ عام 2005 و2006. نعم. الجميع بيأكد على ضرورة الانتخابات، وكافة استطاعات الرأي يعني اللي جرت في فلسطين، إن كانت استطاعة الرأي الأخير أو الاستطاعات السابقة اللي كانت تجريها مؤسسات مختلفة، الشعب الفلسطيني بأكثر من 70-80% منه بيأكد على ضرورة إجراء الانتخابات وتمسكه في النظام الديمقراطي، وهذا الموجود النص في القانون الأساسي الفلسطيني. نعم. إذن الآن نحن أمام استحقاق. كان هناك طبعا قرار بإجراء الانتخابات ب 2021، وكان تحدد التواريخ لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وكذلك المجلس الوطني، ولكن مع نهاية نيسان العام 2021 تم تأجيل الانتخابات أو إلغاء الانتخابات لأسباب عديدة، ومنها طبعا السبب اللي تم الإعلان عنه موضوع الانتخابات في القدس. نعم. ولكن الآن بعد مرور أكثر من سنة على تأجيل الانتخابات، أنا أعتقد يجب العمل جديا على العودة إلى المسار الانتخابي والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وهذا بتطلب طبعا أن يتم حوار مع المؤسسات والفصائل والعديد منها من أجل التغلب على معيقات العملية الانتخابية. ونتمنى بأن الانتخاب بالأساس وليس منا من أحد، هو استحقاق وهو حق قانوني وحق دستوري، ويعني العديد من الدول المحيطة فينا تجري انتخابات دورية، وهناك العديد منها تجري انتخابات مبكرة، يعني حتى الجانب الإسرائيلي خلال أقل من 2-3 أجرى 5 مرات انتخابات. نعم. وأنا أعتقد أنه الانتخابات هي ستكون يعني ستساعد على العديد من الحلول خاصة في النظام السياسي الفلسطيني. نعم. كما ذكرت حضرتك، إلى جانب الحوار مع المؤسسات والفصائل، هل برأيك المطالبات الشعبية قد تدفع باتجاه عقد هذه الانتخابات، خاصة بعد انقطاع طويل منذ 12 عاما لم يعقد انتخابات محلية؟ أنا بعتقد المطالبات المختلفة، المطالبات الشعبية، استطلاعات الرأي، المؤسسات المختلفة، الشباب، الجميع يجب أن يعمل على أن تجرى الانتخابات، وخاصة أننا توافقنا في 2021 على النظام الانتخابي حسب النظام القرار بقانون اللي أصدره السيد الرئيس في عام 2007 وتعديلاته اللي جرت في 2021 يبأكد على نظام التمثيل النسبي، وكان هناك طبعا كما تعلمين ترشح 36 قائمة انتخابية، وكان الجميع يعني جاهز لإجراء الانتخابات التشريعية. وأنا أعتقد أنه يجب العودة إلى المسار الانتخابي على الأقل في المرحلة الأولى، أن نبدأ انتخابات المجلس التشريعي، واللي بعتقد هذه المرحلة ستفتح الأفاق لاستكمال العملية الانتخابية مستقبلا. نعم. طيب، أهمية عقد انتخابات حرة ونزيهة بعد 16 عاما على آخر انتخابات تم عقدها في فلسطين وفي الأراضي الفلسطينية، خاصة وأن عدد كبير كما ذكرت أنه كانوا سيدلون بأصواتهم للمرة الأولى، أيضا ضرورة أن تشمل انتخابات عقدها في القدس المحتلة، وذلك في ظل تعنت ورفض الاحتلال في العام السابق من عقدها، وأن تشمل الأراضي المحتلة في القدس. الانتخابات يجب أن تشمل كافة المواقع في السلطة الوطنية الضفة الغربية بما فيها القدس وكذلك قطاع غزة،
وكذلك الانتخابات يجب أن تشمل المشاركة الجميع. وكما تعلمين هناك لجنة انتخابات مركزية تم التوافق عليها، وهي كلجنة محايدة تعمل على تنظيم الانتخابات، وأنا أعتقد أنه تنظيم الانتخابات وإجراءها يستطيع التغلب على كافة القضايا بما فيها مشاركة المغرسيين بالعملية الانتخابية. وكذلك نحن نتكلم عن جيل كما أشرنا، جيل شباب بشكل أكثر من 50% من الناخبين، يعني بما نحكي عن حوالي 1,300,000 لم يشاركوا في أي عملية انتخابية، من حوالي إحنا عندنا 2,600,000 من المسجلين الآن تقريبا في الانتخابات. هذا بتطلب أنه العمل على إسراع في التوافق على موعد، على الأقل أن نبدأ كما تم التأكيد أن نبدأ في الانتخابات التشريعية، والتي ستعمل هذه المجلس التشريعي على دور مهم في موضوع تعزيز النظام السياسي، الثقة في الحكومة، إجراءات القوانين، وخاصة كما تعلمين في ظل غياب المجلس التشريعي صدر العديد من القرارات والقوانين، وهناك العديد من الإشكاليات التي تواجه هذه العملية. وأنا أعتقد أن وجود مجلس تشريعي منتخب يستطيع أن يلعب الدور في تعزيز النظام السياسي وفي تطوير النضال الوطني الفلسطيني من أجل تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، خاصة في الاستقلال والحرية. نعم دكتور طالب عوض الخبير في شؤون الانتخابات، أشكرك جزيلا على كافة هذه التفاصيل وعلى مشاركتك معنا. الأخبار المحلية أيضا متابعينا، طالب ممثل الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال بالإفراج عن الأسير أحمد مناصرة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها لمنزل عائلة مناصرة في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة، وناقش ممثل الاتحاد مع والدي مناصرة وعمه قضية الطفل ووضعه الصحي والنفسي الخطر أثناء العزل الانفرادي في سجون الاحتلال. وكان الأسير مناصرة قد تعرض لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال عام 2015، وتم الاعتداء عليه وعلى ابن عمه من قبل المستوطنين، حيث استشهد ابن عمه واعتقل هو. حذر مجلس الإفتاء الأعلى من استهداف التعليم في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية من خلال إلغاء المنهاج الفلسطيني وإغلاق المدارس وهدمها ومحاولات فرض المنهاج الإسرائيلي على الطلاب الفلسطينيين الذين يدرسون في مدارس القدس، وذلك لتسويق الرواية الصهيونية المتعلقة بحق اليهود الديني والتاريخي المزعومين في أرض فلسطين اعتمادا على رواية أرض بلا شعب لشعب بلا أرض الباطلة، وفردا لسياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين. قال وزير الخارجية إن دولة فلسطين تستعد للإعلان عن قائمة بأسماء منظمات إسرائيلية لوضعها على قوائم الإرهاب ضمن خطوات تعمل القيادة على اتخاذها ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية. وقال المالكي في حديث للإذاعة الرسمية إن العمل جار لاستكمال الإجراءات القانونية لوضع هذه المنظمات على قوائم الإرهاب وحشد الدعم الدولي لتصنيفها كمنظمات إرهابية، ومطالبة المجتمع الدولي بعدم التعامل معها، بحيث سيتم الإعلان عن هذه القائمة بالوقت المناسب. قطاع غزة لقي مواطن مصرعه متأثرا بإصابته جراء سقوطه من علو خلال عمله، وأفادت مصادر طبية بأن المواطن محمد أبو شنب من سكان مخيم نصيرات وسط القطاع توفي متأثرا بإصابته الخطرة بعد سقوطه من علو خلال عمله قبل يومين. نظم مكتب قناة الجزيرة في رام الله وقفة مكان استشهاد الزميرة شيرين أبو عقل في مخيم جنين لمناسبة 100 يوم على استشهادها، وشارك في الوقفة زملاء الشهيدة وذووها وعدد من الصحفيين من المحافظة
ومدير نقابة الصحفيين في جنين. واستذكر مدير مكتب الجزيرة وليد العمري الشهيدة ودورها الوطني والإنساني من خلال رسالتها التي استمرت لسنوات، وهي تقوم بتعرية وفضح جرائم الاحتلال وعدوانه على شعبنا. وأضاف بأننا سنستمر في ملاحقة مرتكبي جريمة عملية الإعدام بدم بارد للشهيدة شيرين أبو عاقلة، منددا بروايات الاحتلال التي يسعى من خلالها لتبرير جريمته. اتحاد المحامين العرب واتحاد ومنظمات عربية إلى تشكيل تحالف شعبي عربي واسع لدعم حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإعلان دولة فلسطين المستقلة، مؤكدين الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جرائم الاحتلال التي تمارس يوميا بحق شعبنا. ودعا البيان الختامي الصادر عن اجتماع عقده اتحاد المحامين العرب بمشاركة عدد من الاتحادات المهنية والمنظمات العربية لمناقشة اعتداءات الاحتلال على شعبنا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف الاستيطان والانتهاكات بحق الفلسطينيين وفضح الممارسات التي ترتكب بحق شعبنا وتوحيد الجهود في الأمم المتحدة لتوفير الحماية لشعبنا. وبالعودة إلى أخبار الأسرى، قال نادي الأسير أن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي للمعتقل مشير الشحاتيت من مدينة دورة في الخليل، ونقل مؤخراً من سجن عوفر إلى مستشفى شعار تصيدك الإسرائيلي، ونقل أخيراً منها إلى سجن الرملة. وبحسب النادي فإن الأسير المعتقل إدارياً منذ عامين يعاني من تدهور تدريجي في وضعه الصحي منذ نيسان الماضي وفقاً للتقارير الطبية الأخيرة، وعانى على مدار الشهور الماضية من تدهور في وضعه الصحي قبل نقله إلى المشفى. عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني زيلينسكي اليوم اجتماعا مغلقا في أوكرانيا، وسيعقد الرئيسان قمة ثلاثية مع الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة تطورات الحرب في أوكرانيا. ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر مطلعة أن أردوغان سيعرض على نظيره الأوكراني عقد محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وينتظر أن تناقش القمة الثلاثية سبل تعزيز آلية تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، فضلا عن الخطوات التي من الممكن تنفيذها في سبيل إيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتندرج ضمن أجندة اللقاء مناقشة الخطوات التي يمكن الإقدام عليها من أجل إيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وفي أخبارنا الدولية أيضا على وقع التصعيد المتواصل بين موسكو والدول الغربية جراء الصراع مع أوكرانيا والذي دخل شهره السادس، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه ليس من مصلحتنا المواجهة مباشرة مع حلف شمال الأطلسي أو الولايات المتحدة. وتعليقا على المخاوف المتصاعدة من وقوع كارثة أو صراع نووي، أوضحت الوزارة أنه لا يمكن استخدام الأسلحة النووية إلا بحالة الطوارئ بحسب ما نقلته وكالة رويترز. بهذا الخبر نصل وإياكم ختام جولتنا، ولكن نعود ونذكر بأبرز العناوين. جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد وسيم أبو خليفة إلى مثواها الأخير في مخيم بلاطة. استقبال حاشد للرئيس بعد عودته من زيارته الرسمية لألمانيا. ورئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة ستواصل دعم المؤسسات الحقوقية والأهلية التي أغلقها الاحتلال. استطلاع للرأي يظهر بأن الفلسطينيين طوقون لإجراء الانتخابات العامة. ختام جولتنا الإخبارية المسائية من برنامج مساء الخير يا وطن، كنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان حامد، أشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصر وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم، نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. وعلى كتفي نعشيك.